بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أدم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، الصلاة على النبي محمد. للوفد الله يرحم الحاج ملا عطية السهلاوي، ملا عبد الرسول السهلاوي، للوفد شرع مضيفة وبسط الكاظم الليلة. اسمع، وحمد ربه يوم نجمه وضعت وجابت سليلة. بالرضا وضعت نجيبة اسمها المشهور نجمة، وفاضت الرحمة علينا من لف الفياض. قولوها علما ضامن الجنة لفالك يلتحب أشوف اسمه. هذا لطف الله علينا ونعمة الباري الجزيلة. الليلة الكاظم يا شيعي لو نظرت شلون سوى، راح لأولاده وشمى وابتسم بدر. يقولها النبوة وسوى ميلاد وتهاني وانكمد منه عدوة. يا حبيبي عدوة، وفتح أبواب المجالس صاحب السجدة طويلة. وخلى المنادي ينادي في الشوارع للولايم، يا سكان المدينة تشرفوا بدعوة منو الكاظم. وللطبخ ويا النحاير شمرت غلمان. يا حبيبي هاشم، واستوت عند الحراير والخدم صولة وجولة. سادتي وصار المسايل يسايل، واشعن دموع سب نجعفار. الأخضر
الاثنى عشر شوفون التهاني والوفد والناس حوله سمعت الناس وتعنت والبيارق نشرها اسمع والمدارس والمجالس على حساب زي يا وراحت تهني الفواطم لجل نجمة وقاب بلوها وكل من تعاين الضامن تحضن ولها تشيله سادتي ولا شفت باب الحوايج حامل بصدرام أولاده والخدم متحاولين وللأمر وقفه منهم عبيدة ونوبن يأمر ونوبن يحمل الضامن عبيدة وكل من يجي له يقل له هل ولد لكم وسيلة وابو محمد من جبينه يلوح نشان الإمامة اسمع وابو محمد من جبينه يلوح نشان الإمامة مثل نور الشمس نورا لو مثل بدر بتمام دايح بيده وقل فيك من جعفر على ما غرتك تشبه جبينه وكل شمايلكم جميله يلا حبيبي وعرج ياكم على الهوسات يقضي الحوايج ما يرد خطر يلا وياي لولا يقضي الحوايج ما يرد خطر لابو محمد اقصده ولا تضل محتر تضل مابور وبصحنة تشوف أنوار أنوار الله ينور قلوبكم إن شاء الله ها أخوتي ها حاجاتك هو اللي يقضيها حاجاتك إيه حاجاتك طبيب الشيعة الوالي أبو محمد الله يعطينا ياكم طبيب الشيعة الوالي أبو قمر علي الرضا نور انتشر يلا حبيبي اللي يقول لي دينار بركة من عند الإمام الرضا بعيد البيت حبيبي بعيده طبيب الشيعة الوالي أبو محمد قمر علي الرضا نور انتشر وامتد وامتد يا حبيبي يا ريت بكل وقت أقصد لعد وهذه سهلة يا شيخ ما عليها دينار واغسل آهات بأنوار واغسل وين صوتك قول واغسل آهات بعد حبيبي اسمع يل رايد شفاء اقصد إلى وترتاح يا الله علي الوالي ابن موسى الرضال
المفتاح المفتاح يا حبيبي يفتح كل صعب وبعطره ال يفتح كل صعب وبعطره ال يشفي جروحك وترد فايز يشفي جروح إيه يشفي جروحك بعد حبيبي اسمع تهانينا لعلي الكرار هذا اليوم بولادة ثامن العتر الرضا الموسوم يا شيع انسى الألم هنيها يا ها قولها كأن واحد قالها كأن واحد قال يا حبيبي لا تخسرون الدينار بركة من عند الإمام بعيد البيت تهانينا لعلي الكرار هذا اليوم بولادة ثامن العتر الرضا الموسوم يا شيع انسى الألم هنيها يا يا مهموم يا مهموم الله يزيل همومكم إن شاء الله وبتهنون من يا حبيبي ها نقول هنيها الزهرة هالليلة هنيها إيه هنيها الزهرة بعد حبيبي حلم ورد أعيش بكل وقت فرحان اسمع لني بالرضا وأنخاه عالي الشان ينطيني العطية وما أضل حيران حيران يا حبيبي واخبر أهلي وكل أحبابي واخبر أهلي وكل إيه واخبر أهلي يقول هل 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 شمس الري زهت والكون هل هل هاليوم هل 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 أسألك يا عزيز الروح هل 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 بقى كوكب وما هنزك يقول عياد عياد شمس الري زهت والكون عياد عياد وابو الحاج العلم عباس عياد عياد يا اخذ طلبه المهضوم عياد عياد علي السلطان والزهرة الزكية وهذا البيت الاخير أصليه يا من نور الشمس نورك قولوها أصليه 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 فرض حبك علي واجب أصليه أصليه قبرك الرضا يا متى أصليه أصليه بعد يقول أشب قبله فتيب اثنين يديا يرحمكم الله ثالثة اغفر الله لكم اللهم صل على محمد
وارحمنا يا ربي بمحمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وتوفنا على ملتهم يا كريم. نبارك لكم أحبتي هذه الليالي العظيمة التي تطل علينا بخيراتها وببركاتها، وذلك بميلاد الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، سائلين من الله تعالى بجاهه في هذا المقام أن يفرج عنا إن شاء الله. سيرة الإمام أحبتي مليئة بالدروس، مليئة بالعبر، ونبدأ بالهوية الشخصية للإمام. فقد ولد صلوات الله وسلامه عليه في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة. عاش مع والده الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام 35 سنة، وعاش مدة الإمامة بعد والده 20 سنة. استشهد عليه السلام في 17 من شهر صفر سنة 203 للهجرة. فإذا طرحنا من 203 148 يكون الناتج يوم أن التحق الإمام عليه السلام بالباري جل وعلا 55 سنة. أحبتي، هاي يعني شيء يسير من هوية الإمام الشخصية لنتحدث عن بعض الدروس المستفادة. فالإمام عليه السلام الذي ملأ الساحة علما كأوسع وكأعمق وكأنقى ما تكون هذه الكلمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع في كل ما يحتاجه الناس، والعناوين متعددة والمتصلة بواقعنا الذي نعيشه. فالعنوان الأول أن الإمام الرضا عليه السلام كان لا تأخذه في الله ماذا؟ لومة لائم، لا يداهن على حساب الحق، كان دائما مع الحق، كما كان علي عليه السلام علي مع الحق، والحق مع من؟ مع علي. فإذا أردتم أن تكونوا مع علي عليه السلام فلتكونوا دائما مع ماذا؟ مع الحق. وهناك الكثير من المواقف. يقال أنه أدخل رجل سارق على المأمون العباسي، فأراد المأمون أن يقيم عليه الحد، سأله ما الذي حملك على السرقة؟ فقال السارق أنا ما سرقت إلا مضطرا، والله تبارك وتعالى يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وأنا إلي حق، كل سنة كنت أستلم 200 دينار، وأنا من قراء القرآن الكريم، وهذه 200 دينار أنت حرمتني من عندها، وبالنتيجة أنا اضطريت إلى السرقة. فقال له المأمون العباسي لا عبرة لما تقول، لا بد من إقامة الحد عليك. فقال له السارق من في جنبه حد لا يقيم الحدود على من؟ على غيره. يعني كأن السارق الآن اتهم من؟ اتهم، نعم، اتهم المأمون بأنه هو السارق، أنت السارق اللي حداني للسرقة، هو سرقتك لحقي. بالنتيجة أحبتي، هنا تقول الرواية التفت المأمون العباسي إلى الإمام، لأن القضية كانت بمحضر من الإمام. قال ما تقول يا ابن رسول الله؟ أنا أريد من عندك موقف، أنا أريد أقيم الحد على هذا السارق، وأنت سمعت كلام هذا السارق، ما تقول؟ شنو تتوقعون؟ هو يعرف بأن الإمام ما راح يداهن، ولكن لعله يقول يعني يمكن يقف وياه وكذا. لا لا، أهل البيت ما في مجال، لا يداهنون على حساب الحق. فقال له أنا أختصر لك القضية في كلمتين، أن هذا الرجل يقول سرق، ما هي النتيجة؟ فسراق. هنا اشتاط المأمون العباسي غضبا وحنقا على الإمام، والإمام كما ذكرت لكم ما في مجال للمداهنة، ولأن الشريعة الإسلامية تضع شروط متعددة لإقامة الحد على السارق، ومنها أن لا يكون مضطرا. بالنتيجة الإمام ذكر كلمة الحق بأن هذا الرجل يقول سرق فسرق. هنا المأمون أخذته العزة بالإثم، وقال لا بد من إقامة الحد عليك، يخاطب السارق. فقال له السارق وكيف تقيم الحد عليه وأنت عبدي؟ شلون أنا عبدك؟ قال نعم، قال لأن أمك اشتريت من مال فيء المسلمين، وأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا منهم وما اعتقتك. يا الله، هذه كبيرة كبيرة، هذه أنت شلون؟ المأمون عبدك، ولأنه اشتري من مال فيء المسلمين، أو والدته اشتريت من مال فيء المسلمين، وكلامه كله واضح. هنا انتفخت أوداج المأمون العباسي،
التفت إلى الإمام: ما تقول يا ابن رسول الله؟ فالتفت الإمام عليه السلام قال: أقول إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: فلله الحجة البالغة. لاحظوا شلون هذه مسألة من المسائل التي كان يؤكد عليها الإمام، ودرس بليغ لنا جميعا. فإذا كان الإمام يواجه ربما طاغية من طواغيت عصره، أنا وياي هذا صديقي وعزيز على خاطري وقاعد يسوي حركات ويتكلم ربما بالغيبة وكذا، مو المفترض أنا أواجه هذا الإنسان. طبعا هناك أساليب، والأساليب التي أكد عليها القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ هذا اللي يستغيب الآن فلان وينال من علان يسقط، وهي مصيبة تجدها حتى عند البعض ممن يدعون الفهم والتدين، وهو يتكلم وينال من فلان وسقط علان وما عنده، ما يتردد في ذلك. بالنتيجة أحبتي هذه غيبة، والغيبة حق لو باطل. شلون ما أواجه الباطل؟ ما قيمة اللائمين؟ ما قيمة المعاتبين إذا كان الله تبارك وتعالى يريد مني موقفا؟ ولهذا يجي الحديث عن النبي الكريم محمد: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. مو قوة العضلات طبعا هذا الجانب، لكن قوة الإيمان اللي ما تجعل فرصة لأن تسمع إلى أو تستمع إلى غيبة أو كلام باطل أو ما إلى ذلك. هذا درس بليغ واقعا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهناك الكثير ربما من الدروس المستفادة من سيرة الإمام، ولضيق الوقت ولأن بعض المستمعين ربما ينظر إلى الساعة ويتأفأف وما إلى ذلك، نختصر إن شاء الله هذا المجلس. كلها بركة إن شاء الله، إحنا حضورنا هذا توفيق من الله، فلا نعكر هذا التوفيق ربما بالتذمر. إذا أنت جاي ومهيئ نفسك للاستماع والجماعة شوية تأخروا في قراءة دعاء أو لا متوسل كنتم تقرأون حديث الكساء، فعلى أي حال هذا كله ثواب، لأن الثواب كما تعلمون بمقدار المشقة، على قدر المشقة يحصل الإنسان على الثواب. فكلما ازدادت المشقة والعناء والضيق، أنا متضايق الملة طول، متضايق هذا اللي يقرأ حديث الكساء طول ومتضايق، هني ازداد الأجر والثواب. بس المفروض الإنسان ما يشوف هاي الأعمال تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. الإمام الحسن عليه السلام حج 25 حجة ماشيا على قدمه، ليش ما تركب على الناقة؟ ليش ما ترتاح؟ لأنه يؤكد على مسألة ماذا؟ الثواب على قدر المشقة. نسأل الله تعالى أن يزيدكم أجرا وثوابا وتوفيقا للحضور والمشاركة الفاعلة في كل المجالس المباركة لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر الباري جل وعلا حيث بلغنا هذه الليالي الكريمة، ونسأله تعالى أن يعيدها علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إلهي تقبل أعمالنا، أصلح أحوالنا، فك أسراءنا، شافي مرضانا وجرحانا، انتقم لنا ممن ظلمنا، أعدنا على هذه الأيام في حال أحسن من هذا الحال. وصلوا على محمد وآل محمد. ثانية بعلى أصواتكم: اللهم صل على محمد. ثالثة: اغفر الله لكم، اللهم صل على محمد. يلا بأعلى أصواتكم: أفضل الصلاة علي بن أبي طالب، جواب فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، اللهم صل على محمد، الحسين بن علي، أئمة المعصومين،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. قال: فلما أراد الله تبارك وتعالى لحجته على أرضه ونوره بين عباده أن يشرف الدنيا بمجيئه وأن يكون علما وهاديا ودليلا وعينا على العباد من قبله، وقد اختاره الله تبارك وتعالى وجعله من ذرية النبي محمد فحملت به أمه السيدة تكتم، وكانت محط عناية الإمام الكاظم عليه السلام بها، حيث كان يتوسم فيها خليفته من بعده وارث علوم الأنبياء ومحيي شريعة خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. هذا وكانت أمه فرحة مستبشرة يتهلل وجهها بهجة وسرورا، وكان الإمام الرضا عليه السلام كالنور يضيء إليها في سواد الليل، وكلما كبر الرضا في أحشائها ازدادت نورا وبهاء وكمالا وجمالا. يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. حتى جاءت تلك الليلة المباركة وهي ليلة الحادي عشر من شهر ذي القعدة، يا سامعين الكرام استعدوا للقيام. ولما حان وقت الولادة امتلأ البيت الهاشمي فرحا وسرورا، وقد أحاطتها بعض النساء يلين منها ما تلي النساء من النساء، فبيناهم كذلك وإذا بأنواع تسطع إلى عنان السماء، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، وكل بياض متباركين. والله يعودكم، يتقبل أعمالكم، يحقق أمانيكم، يرضى عنكم إن شاء الله. وهذه قصيدة إن شاء الله ثلاثة أبيات، والله يعودكم إن شاء الله. ميلاد الرضا نور العوالم، ثامن آل هاشم، هنوا المصطفى وحيدر وفاطم. ثامن آل، ما أسمع، ثامن آل هاشم، الله يعودكم إن شاء الله، إن شاء الله بتشوفه. يقول: ميلاد الرضا نور العوالم، ثامن آلها، ما أسمع، هن المصطفى وحيدر وفاطم، ثامن آل هاشم، ثامن آل الشوارع زينوها والمآتم والجوامع، وهنوا الكاظم بمولد ثامن الآل المدافع، المدافع
عن الدين وعن الملة نجم في الأكوان ساطع. وهذه سهلة يا شيخ، يقول فتح من علم مدارس الله. إيه جواب الكل لكل طالب علم دارس الله. جواب طابة ابن نهر الغرايس ترتوي بعين الجرية الله. والهوسة يا حبيبي أخوتها في العالم تشع انواره، في العالم تشع ايه، في العالم تشع بعد في العالم تشع من علم نفع باحث وعالم. يلا قولوها ثامن آل هي الله يعودكم نسل المصطفى ومهجة الكاظم. ثامن آل هاشم، ثامن آل ميلاد الرضا نور العوالم، ميلاد الرضا نور العالم. ثامن آل هاشم هنوا المصطفى وحيدار، هنوا المصطفى وحيدار وفاطم. ثامن شني بمشهد الليلة تزينت كلها بالفرحة، شنها قطعة من الجنة تنشد بفضله. يلا يا شيخ بعيدها، استعينوا بصديق. شني بمشهد الليلة تزينت كلها بالفرحة، شنها قطعة من الجنة تنشد بفضله ومدحة ومدحة يا بخت منه بأرضها حتى ليلة صار صبحة. وهذه سهلة يا حبيبي تحتفل كلها بقدومها الله. جواب يوم في التاريخ يوم الله اسمع تهدي العالم علومه من دروس الرضوية الله. فرحانة مشهد هالليلة، فرحانة ها قول فرحانة مشهد ايه، فرحانة مشهد يا بختك يا زاير بدر هاشم. قولوها ثامن آل الله يعودكم زرت المصطفى وحيدار وفاطم. ثامن ميلاد الرضا، ميلاد الرضا نور العوالم. ثامن هنوا المصطفى، هنوا المصطفى وحيدار وفاطم. ثامن يلا اختصار بيت الدعاء، ربي بحقه ارحمنا واشفي مرضانا وسقمنا واحفظ لنا العلماء وأولهم الوالد. هاي سهلة بعد ترى بعيد البيت، ربي بحقه ارحمنا واشفي مرضانا وسقمنا واحفظ لنا العلماء وأولهم الوالد. علمنا علمنا بعد هاد عندكم خلف الحصن الحصينة وعودك الغايب. بسهل عليكم يا جماعة، تبتدي الكلمة بحرف الياء بعيد البيت، يقول ربي بحقه ارحمنا واشفي مرضانا وسقمنا واحفظ لنا العلماء وأولهم الوالد. علمنا خلف الحصن الحصينة وعودك الغايب يضمنا. يا حبيبي يا شيخ يقول اغني ما لا يلفقر. جواب
فك يا رب الأسارة. وبلغ العاشق زيارة للديار الرضوية. يلا حبيبي والهوسة وش بتقولون؟ الله يعطينا ياكم دعوة قوية. وش بتقولون؟ بلغنا كل عام نزوره، بلغنا كل عام، ايه بلغنا كل عام، بعد بلغنا كل عام، نتمنى نزور الولي العالم ثامن آل هاشم. يا الله عنده نحيي أفراح وما آتم ثامن آل هاشم، ثامن يلا قولوا ميلاد الرضا نور العوالم، ثامن هنوا المصطفى، هنوا المصطفى وحيدر وفا، ثامن واسمحوا لنا وبرد امتنا والله يعودكم ان شاء الله باعلى اصواتكم افضل الصلاة. علي بن ابي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق. يا جماعة يا جماعة، عددكم خيرات، وصلوا تحياتكم وسلاماتكم إلى الأئمة بصوت أعلى وأعلى. وين وصلنا؟ جعفر الصادق صلوات، إيه؟ موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، الحجة ابن الحسن، إلهي عج، صاحب العصر والزمان، إيه جواب، صاحب العصر والزمان، وكل بياض والحاضرين، واللي سوى القصيدة، واللي جمعكم شيخ حسن، متباركين والله يعودكم.